وريتك. طب خد. اها حسبي الله عليك. الله يخليك. شو اسوي فيك الحين؟ ها شو اسوي؟ بس مايا بس 30000 درهم مخالفات رادار. يخرب بيتك، دي السيارة باسم جدتك، هتزودنا من الدنيا. طيب 1000 2000 30000 30000. ويدي شو مستوي؟ زاخ الولد مكسر طنة كسير. هي والله امي ذبحت الولد عن ابوه. والعذرة اي اي خيبة. والقفعة عن ابوه وعن امه، عن اخوه وعن اخته. يا حمامة الود عامل 30000 مخالفات رادار على سيارتك البيك اب. وه حسبي الله عليك من رغيد، خاف الله فيني. طاولوني دوا الضغط، طاولوني دوا الضغط. لا طاولوني العصا، طاولوني العصا يا مسود الوي يلي ما تخاف من الله. 30000 30000. بس بس بلاكم علي انا ولا البيزات، نفات نفت البيزات. المهم سلامتي. هاو سلامتهم ام حسن. الحمد لله على سلامتك. شو هاي بعد؟ قول الحمد لله على سلامة الناس اللي في الشارع. السرعة هذه اللي اجتلت الناس وحرقت قلوب. عنبوك عنبوك كم كنت تسوق؟ عيال يلي ما تخاف الله 30000. من وين يبن فلوس تقاعد المرحوم على الشونة؟ يا الله يا الله يدبرن البيت، خاف الله فينا. ارتخي، انا اقول لك ارتخي. طب تعال اما دوسك في بطنك. بس خلاص بس بس خلوف حسبي الله عليك. ليش تسوي شي؟ ليش؟ وانت شو خصك بعد؟ اذا دفعوا 30000 معناته ماشي سيكل جديد وماشي ايباد وماشي. وي حسبي الله عليك، خلوف شيطانه شيطانه، خلوف ليش يسوون جديد؟ وانت بعد؟ وليش انت بعد؟ ماشي ماشي هذا شهر. بس خلوني خلوني خلاص. بس بس يا مو ما بصدق شو استوى فيني. لو شو اقول لك ما بصدق. فريني برع كاني واحد يربان. يا مو اقول لك انا مستحيل اسكت عن هالموضوع، مستحيل، ولازم انتقم. يعني لازم انتقم. تنتقم من منو؟ من اللي كان السبب. منو اللي كان السبب؟ انت السبب بعد منو؟ حد قالك تسرق؟ لا القيادة العامة للشرطة هم السبب، هم اللي عطوني مخالفات وسووا فيني شي ودفعوني 30000. نص انا ما بتدخل ميزانيتهم ان ما خليتهم يتخلصون من موظفينهم كلهم، ان ما خليت موظفينهم بلا شغل، ان ما خليتهم يبيعون راداراتهم في سوق الجمعة وما يحصلون حد يشتريها، وان ما خليت ان ما خليتهم وان ما خليتهم. يعني شو بسوي؟ بسوي حمل وبجمع فيها كل المضطهدين امثالي واللي عليهم مخالفات. ما راح نسرع مولية مولية ولا نسوي تلفونات ونحن نسوق، وبشتري على حسابي سماعات وبجسمها عليهم كلهم. واكثر شيء بنحترمه في هالعالم هي إشارة المرور. وبتشوف. تفضلي يا ام انس، اسمحي لنا عاد. ايه فضلك داية، دخلك حمامة؟ انا سمعت ان عندك رشاب. عندي شو؟ إرشاب إرشاب بوش ناقة جمل يعني. ويخص الله هالرمسة. هي عندي. ليش؟ هي بدي اشتري منك جمل. يا حافظ عليك يا ام انس، ليش بتدخلين السبق؟ ايه لا بدي بيع السيارة واشتري جمل وخلص، بدي روح الشغل على الجمل. ودي ام انس هذا مسلسل بدوي. ولك نحنا شو بهدلنا غير هالتكنولوجيا؟ تعدي طول عمرك بالجمع بهالمصاري منشان تشتري سيارة، وبعدين بتقضي بقية عمرك تدفع إقساطة، والناس بتشوف السيارة ما بيصلوا على النبي، وأول ما بتاخديها بيطصوك عين، وما بتطلعي فيها خطوة إلا دافع التأمين، وبتمشي لك شي خطوتين خلص البنزين، وين ما بتروحي سالك عالشمال وعيمين، وإذا لقيتي باركين بتدفعي للتبركي، وكل سنة بدها صيانة وتصليح. ايه خلينا عالجمال. ايه بديش الجمال. تبين ناقص ابوك؟ اخواني واخواتي. لحظة 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 بعدل المايك. اخواني واخواتي،
إلى كل اللي يطرشون مسجات ويتكلمون في الموبايلات وهم يسوقون، إلى كل اللي ما يحطون حزام الأمان، إلى كل قاطعي الإشارات، إلى كل الراكبين كونكورد بدال السيارات، إلى كل المخمسين بالسيارات، إلى جميع المتسببين في الحوادث والوفيات. ما شاء الله كل المجرمين هني، والله فرصة كان بلبق فيكم. قولوا لي كم مرة انحجزت سيايرنا؟ كم مرة انحطت علينا مخالفات؟ كم مرة انسجننا؟ وبعد ما شي فايدة. وعشان كذي لازم ننتقم من كل اللي سووه فينا، وما نعطيهم فرصة يسوون كذي مرة ثانية. من أعمالكم صلت عليكم. لازم ما يحصلون منا ولا فلس، لازم نخليهم يفلسون، لازم ما نعطيهم فرصة. قولوا ورايا: أتعهد أن لا أسرع أبداً أبداً، أتعهد أن لا أسرع أبداً أبداً، وأن أحترم الإشارة، وأن أحترم الإشارة، وأن أضع حزام الأمان، وأن أضع حزام الأمان، وأن أحط أغاني ميحد، وأن أحط أغاني ميحد. بس شي خساس. دام فضلت يا حمان، يلا بترخص. ويدي توك جايه، وين بسيرين؟ بسير عز بيت عبد الله ابو خلف، الله يرحمه توفى بحادث. ويرحمت الله عليه، وحليل عند صغاريه، كيف استوى الحادث؟ واحد طايش من هالطايشين كان مسرع وكان يقطع الاشاره الحمراء، كان يتسبب بوفاته وحليله. زين، كان بتصبرين لين المغرب بسير وياك؟ لا المغرب انا بسير المستشفى، وحليله والدمين متكسر موليه، خلاص ما في امل اني يمشي مره ثانيه، بيتم طول عمره مشلول. وه لا حول ولا قوه الا بالله، حليله الله يصبرك يا امينه. من شو؟ امي يعني يتصل وترش مسجات وهو يسوق ثانيه بس بلمح البصر ولا داخل تحت الشاحنه. الله يهديهم يا رب، الواحد دايم يسمع عن هالحوادث اللي تستوي، لكن الناس ما تتعظ، ما يدري ان هالشي يمكن يستوي له لو ما اتبع قواعد المرور والسلامة. سمعي، بصير وياك العزاء والمستشفى، وبنسوي تليفون حق رفيعة الحقنة، خلها تاخذ الأجر. ها؟ شو رايك فيني يا موع؟ كشيخ؟ يا الله على هواك، وبما أني مدير حملتك جهزت لك شوية نصوص حق فيديوهات أباك تقراها علشان أنزلها على الكيك وتويتر والفيسبوك. ندوك. جاهز؟ هيه. قول. عايز تنتقم بس مش عارف ازاي؟ عايز تعمل بلاويك دي كلها ومحدش يقول لك حاجة؟ عايز تحوش فلوسك اللي تصرفت على المخلفات؟ اشتري الدفاية مونيكا 9950-334. ها شو ها؟ لا لحظة مو بها. ها تبى تبدأ بداية صحيحة وتنسى الماضي؟ تبى تحترم الناس اللي في الشارع؟ تبى ما تسبب في أذية الناس ولا أذية نفسك؟ تبى تكون أولى بفلوسك؟ إياك تسرع، وإياك تلتهي بأي شيء في الشارع غير الطريق. يا أخي أنا طلعت زعيم. وابوي تقايل بنعبر الشارع الحين؟ الحين هذا طريق للمشاة وما حد مسوي لنا سالفة. يا ابوي وقفوا لنا، نبغى نخطف، نحن صايرين نعزي، اخاف اللي ياخذون عزانا. وقف اشوف وقف، انت ما تستحي؟ انا امشي وانت تسوق، انت توقف وتحترم اللي ماشي، وين الرجوله؟ وين الاخلاق؟ لو انت صدق ريال كان من 20 متر وقفت هني. بانون الريايل ارتخي، اشوف ارتخي اللي ما يستحي. يلا كان تبون اردفكم وياي. ويدي بتردفينا بهنتينا؟ لا انتي بس، ما شي غير خوذة وحدة بس زيادة، ودي مخل تمشي عسى بتخف الكرشة شوية. السلام عليك، الغداء. هلا والله، هلا اختي الوفية، هلا. لا تستعجل وايد. شفتي شو مسوين بخوت؟ فاريني برع غير تشل. انا جيت اقول لك معلومة يمكن تفيدك في حملاتك،
احنا البنات نكتشف شخصية الريال من شيئين، طريقته يوم يلعب ورقة ويوم يسوق السيارة. اذا كان اول ما يشوفنا يطير بالموتر نقول في خاطرنا شو هالرغيد اللي بيموت يبي يلفت انتباهنا، ويعيبنا الريال الرزين الكلاس اللي يسوق بلياقة تحسه شي ثجيل ثجيل. اما الرغود امثالك يلي بيموتون تعالوا شوفوني فهو اخر اهتماماتنا عن اذنك. شوف الحرمة تعرف الريال وتوزنه في شيئين، يوم يلعب الورقة ويوم يسوق السيارة، هني تبان الشخصية. الطالع بس الطالع شوف الرزانة يا اخي، هدي هدي واستمتع بالحياة، شوف جمال الشوارع والحياة حواليك. يا سلام على الامثال، يا سلام، والله كنا محرومين من الركادة. حلوة الركادة. اسكت بس واسمع هاي الاغنية. احنا جنود الوطن وكلنا حوله، واسم الامارات شامخ محدن يقوله، حرس الرئاسة شعاره وعهده الدايم، الله ثم الوطن ثم ريس الدوله، الله ثم الوطن ثم ريس الدوله. نحنا جنود الوطن وكلنا حوله، واسم الامارات شامخ محدن يقوله، حرس الرئاسة شعاره وعهده الدايم، الله ثم الوطن ثم ريس الدولة، الله ثم الوطن ثم ريس الدولة. إلا الشرف يا خليفة بلنا جنودك، بر وبحر وجو نحمي حدودك، ونعيش وإحنا نرد الدايم عهودك، الله ثم الوطن ثم ريس الدولة، الله ثم الوطن ثم ريس الدولة. بس هاي ان مواليدك، طب خذ والقفعه. حسبي الله عليك، شو اسوي فيك؟ شو اسوي؟ شو الحين؟ شو استوى؟ ليش بس؟ خلاص اصبر علي يا مسود الوي، اصبر علي، خلوني بس قولوا لي شو سويت؟ شو استوى؟ والعذره، مخالفات تانية ب35,000. 35,000 يلي ما تخاف من الله. اظهر اشوف، اظهر. كيف مخالفات؟ كيف انا ما كنت اسرع مول؟ كيف انت كنت السوق اقل من المسموح، وهاي بعد عليها مخالفة. اذا تبى السوق سيكلي موجود برا. لا